وفي نفس السياق، وضمن برنامج ثقافتنا في أجازتنا، يواصل قصر ثقافة العقاد بأسوان تنفيذ أنشطته وبرامجه المختلفة، حيث تم تنظيم رحلة علمية للحديقة النباتية بمشاركة الأطفال من رواد قصر الثقافة، وذلك لتنمية الوعي لديهم بأهمية الحفاظ على البيئة. تقرير الزميل محمود عبد الحافظ. بهدف تنمية الوعي لدى الأطفال وتثقيفهم، واصل قصر ثقافة العقاد بأسوان تنفيذ أنشطته وبرامجه، حيث تم تنظيم رحلة علمية للحديقة النباتية ضمن برنامج ثقافتنا في أجازتنا، وذلك بمشاركة الأطفال من رواد قصر الثقافة للتوعية بالبيئة المحيطة وشرح مبسط لأهمية زراعة النباتات في ظل التغيرات المناخية ودور الحديقة في هذا المجال. احنا طالعين النهاردة عاملين، يعني أنا عندي محاضرات تثقيف علمي عن تأثير التغيرات المناخية على الزراعة، ودي بتبقى أنا عندي في النص سنة 5 محاضرات، دي محاضرة منهم بس، ومعايا الأولاد من سن 12 لسن 17 يحضروا معايا المحاضرة. ليها أهمية طبعا، بيستفيدوا منها كتير، و بيقوم بها الدكتور عمرو، بيشرح لهم عن أهمية النباتات وإزاي بتتعمل وإزاي بتتزرع وإزاي الجو بتتغير بتأثير الجو بالحر بالبرد لا ليها تأثير جامد في دراستهم، كمان بتنفعهم في الدراسة. عندنا أنشطة، عندنا رسم، وعندنا في ملتقيات بتطلع بره أسوان، يعني زي الإسماعيلية وبورسعيد وشرم الشيخ ومرسى مطروح، ملتقيات تبع الرئاسة بتبقى بتتعمل مرة في الشهر. لأن رحلة علمية مع رواد المكتبة لتوعيتهم بأهمية التغيرات المناخية الفترة الأخيرة طبعا، واللي حصل في تغيرات الجو من ارتفاع درجة حرارة الأرض، فاحنا طبعا حبينا نعرف الأطفال عن تأثير التغيرات المناخية على الحياة عندهم وأهمية زراعة النباتات بالنسبة لهم، وإن شاء الله تكون رحلة مفيدة ليهم ويستفيدوا منها بإذن الله. طبعا ده هتكون اللي هيكون حاضر المحاضرة إن شاء الله دكتور طارق صبحي، اللي هيعرفهم طبيعة زراعة أنسجة النبات. تأتي هذه الأنشطة لنشر الوعي وتثقيف الأطفال بمختلف القضايا البيئية واستثمار أوقات فراغهم بالمشاركة الفاعلة في مختلف الأنشطة المتنوعة لقصور الثقافة. محمود عبد الحافظ لقناة طيبة.